السلام عليكم، معكم كابتن رامي، بحييكم في الصباح الجميل هذا. بدعوكم للحفل الافتراضي Virtual Summit لشركة إدمارك العالمية يوم الاثنين والثلاثاء 27-28 يوليو. تمام، يكون هذا الحفل الافتراضي عالمي في ترجمة فورية لأربع خمس لغات. راح يكون في تكريم لكل الناس المنجزين في شركة إدمارك خلال السنة الماضية هذه كلها. طبعا هذا ثاني حفل افتراضي، السنة الماضية عملنا حفل افتراضي كمان، وهي السنة هي الحفل الافتراضي الثاني. تمام، عبر برنامج زوم عبر الفيسبوك لايف. راح نتكلم عن نجاحات شركة إدمارك، عن الناس المنجزين وكرات في شركة إدمارك. نتكلم كمان عن الناس اللي أنجزت ونجحت في البرنامج التدريبي تحدي التغيير في 30 يوم 30 Days Transformation Challenge. هكون طبعاً معنا في الحفل الافتراضي هذا نخبة أكثر من 20-25 شخص من الناجحين والقادة والليدر مع شركة إدمارك. راح نتكلم عن نجاحاتهم وعن تكريمات وعن راح نتكلم عن أحسن مسوق، أحسن قائد، أحسن ناس عملت حققت أرباح، أحسن ليدرز، أحسن ناس محفزين، أحسن ناس بتتواصل بمرشحة في اللي عملت مثلا فيديوهات عن طريق التواصل الاجتماعي. فكثير ناس مرشحين راح يكونوا في الحفل هذا، كنت كثير ترشيحات. غير طبعا راح يكون في سحب جوائز ثوري، وفي ناس مثلا راح شارك معنا، راح كثير في جوائز حلوة. أنا كمان فزت بجائزة السنة الماضية، قام ليلتين في فندق 5 نجوم في أبو ظبي. وراح يكون معنا التريننج واحد من أمهر القادة والمدربين في مجال التسويق الشبكي. تمام، يكون معنا أول يوم. ثاني يوم راح يكون معنا البطل الأولمبي كرم جابر، البطل اللي هو مصارع رومانية، راح يكون معنا برضو ثاني يوم. برضو راح نتكلم عن نجاحاته وسبب اعتباره كمان صار إدماركي، بيستخدم منتجات إدمارك، راح نتكلم عن خبرته مع منتجات شركة إدمارك. فحفل هذا راح يكون حفل رائع، فشاركونا كل المهتمين، كل زبائننا في شركة إدمارك، كل المسوقين، كل الناس اللي بتطلع يكون بتبحث عن فرصة حقيقية. زمن كورونا حلو نلاقي فرص، بدل ما فقط نفكر في الفاكسين وناس الطعامات والناس اللي عم تمرض والمشاكل والتفنيشات لا، انت بتشوف الشركات الناجحة، الناس الناجحة كيف نجحت وقت الأزمات، كيف تحدد الصعاب هاي، كيف اخترعت برامج تدريبية، كيف اخترعت برامج للتواصل، كيف قدرت توصل العالمية، كيف قدرت تحقق أرباح ممتازة جدا في ظل الأزمة. حاجات كثير، في كثير زملاء حققوا أرباح ما كانوا يقدروا يحققوها قبل الأزمة، خلال الأزمة تضاعف أرباحهم. كيف صار هذا؟ كل هذا راح نتكلم عنه في الحفل الافتراضي، فتابعونا يوم 2 والثلاثاء. تمام، راح يكون الرابط موجود. طبعا لازم تسجيل أساسي، يكون واحد يحفظ يعني مقعده. تمام، يعطيكم العافية. كان معكم كابتن رامي.